السلام عليكم. اليوم مع درس جديد في مكون القراءة الوحدة السابعة الأسبوع الثاني، عنوان النص صناعة النسيج. الأهداف: أهدف من خلال هذا الدرس تحقيق الأهداف التالية: القدرة على صياغة فرضيات المعنى انطلاقا من مؤشرات دالة الصورة والعنوان، القدرة على قراءة النص بطريقة معبرة وبطلاقة، القدرة على استخراج معلومات صريحة من النص، القدرة على فهم المقروء واستثماره باستعمال استراتيجيات ما بعد القراءة، أي إبداء الرأي والإنتاج والتلخيص. لاحظ الصورة والعنوان وحاول أن تتوقع موضوع النص. عنوان النص هو صناعة النسيج. الصورة: هناك فتاة تقوم بنسج زربية تستعمل الخيوط إلى غير ذلك. إذن بعدما لاحظت الصورة، ما هي الأفكار التي زودك بها هذا العنوان وهذه الصورة؟ لنرى توقعاتكم. إذن صناعة النسيج: أفرشة، نعم، مغزل جيد، القطن، نعم، أهمية صناعة النسيج، نعم، تطور صناعة النسيج، جيد، تاريخ صناعة النسيج، طيب، أدوات صناعة النسيج، نعم، الأقمشة، الصوف، نعم. توقعاتكم جيدة. استمع للنص جيدا. سأقرأ النص على مسامعكم. صناعة النسيج: ما من أحد يدري متى كان استخدام القطن لأول مرة لباسا للرجال والنساء، لكن ذلك كان يقينا منذ 5000 سنة تقريبا، إذ عثر في الهند على خرق من أنسجة قطنية عمرها 3000 سنة. ولن نغالي إذا زعمنا أن صناعة النسيج واحدة من أقدم الصناعات في العالم قدم حرفة المعمار نفسها. كانت صناعة النسيج يدوية ينجزها الناس في بيوتهم، وكانت النساء يقمن بعمليات الصناعة هذه جميعها غير نسج الخيوط في أقمشة، لأن الرجال هم من كانوا يقومون به في العادة، ولم يوظفن من الأدوات في غزل القطن غير مغزل ذات ثقل تدور بين اليدين أو على طول الفخذ بسرعة. أما النسج فكان يتم وفق الطريقة التالية: تمد خيوط السادات طوليا في نظام متوازن، ثم ترفع بالنول، تتكون فتحة تمرر منها خيوط اللحمة بسهولة وتعاقب من تحت خيوط السداة ومن فوقها في وضع متقاطع. وفي عام 1933 اخترع الإنجليزي جون كاي مكوكا طائرا أضاف سرعة هائلة إلى عملية النسج، وتوالت الاختراعات، وكان أهم اختراع في ميدان النسيج الآلة ميل، التي اخترعها نساج أنجليزي من مدينة بولتون يدعى سامويل كرومبتون، والتي مكنته من الحصول على خيوط عالية الجودة والرقة. ويعتبر ريتشارد داركريت الأنجليزي أول من بنى معملا للغزل. وبظهور المصانع هجر الرجال والنساء دواليب غزلهم وأنوالهم اليدوية ودلفوا إلى المصانع. بعدما استمعتم للنص، هل كانت توقعاتكم صحيحة؟ ما هي الأفكار التي جاء بها النص وتطابقت مع توقعاتكم؟ جيد، طيب، الآن قم بقراءة النص قراءة صامتة متأنية.
بعدما قمت بقراءة النص، حاول أن تجيب على هذه الأسئلة في دفترك. السؤال الأول: متى استخدم القطن في صناعة النسيج؟ السؤال الثاني: كيف كانت صناعة النسيج في البدء؟ كيف يعمل المغزل؟ من هو جون كاي؟ عرف الآلة ميل. السؤال السادس: من هو أول من بنى معملا للغزل؟ متى دلف الناس إلى المصانع؟ أسئلة الفهم: نعيد قراءة النص مرات عديدة ونحاول الإجابة عن هذه الأسئلة: ما معنى النول فيما يلي؟ ما نول امرئ مسلم أن يكذب؟ يجري الماء في نول وسط الجبل. هاتين الجملتين تصل بخط مع المعنى في الجهة اليسرى، هل تعني الوادي السائل أم لا ينبغي؟ ما معنى النول؟ كلمة نول ما معناها في الجملتين؟ السؤال الثاني: استخرج من النص ما يبين أن صناعة النسيج قديمة. حدد العمل الذي كان يقوم به الرجال والعمل الذي كان حكرا على النساء. لماذا اخترع جون كاي المكوك الطائرة ذو السرعة الهائلة؟ اذكر أهم المراحل التي قطعتها صناعة النسيج من البيت إلى المصنع. أناقش هذه الأفكار: لماذا كانت النساء يقومن بالغزل في حين كان الرجال يقومون بالنسيج؟ هل تطور صناعة النسيج في صالح الإنسان؟ ولماذا؟ ما رأيك في اعتماد المصانع في زمان على الآلة عوض الإنسان؟ فكر جيدا وحاول أن تدلي برأيك حول هذه الأفكار. الآن نستعمل الأساليب. سنحاول أن نقرأ الفقرة الأولى من النص وننشئ عبارة، يعني جملة، موظفين الأساليب التالية: ما من، لكن ذلك كان، منذ، إذ. الآن من القراءة إلى التعبير: رأيت إحدى النساء تقوم بصناعة مثل صناعة الديكورات، لوحة فنية، الطرز، الخياطة إلى غير ذلك. احكي لنا عن هذه الصناعة، يعني طريقة عمل هذه المرأة والأدوات التي تستعملها. شكرا على تتبعكم.